بالنفع العام لهيئة العلماء الموريتانيين. يهدف مشروع المرسوم هذا إلى منح صفة جمعية ذات نفع عام لهيئة العلماء الموريتانيين، وسيسمح هذا النظام لهذه المنظمة غير الحكومية المهمة التي تم إنشاؤها سنة 2000 من الاستفادة من الصلاحيات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام طبقا لترتيبات المواد من 30 إلى 40 من القانون رقم 004/2021 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات. مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 044/2018 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018 المعدل لبعض ترتيبات المرسوم 159/2015 الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2015 القاضي بتطبيق القانون رقم 017/2015 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي، وعلى هذا الأساس يتم تقسيم الصيد التقليدي ابتداء من الآن إلى نوعين. النوع الأول الذي يحافظ لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها حاليا. النوع الثاني الذي يدمج السفن الشاطئية ذات الطول الأكبر من 14 مترا والأقل أو يساوي 15 مترا في الصيد التقليدي، وقد تم بالنسبة لهذا النوع إقرار حق ولوج مباشر يختلف عن حق الولوج الخاص بالنوع الأول. ونظرا لغياب التحكم في إمكانيات الولوج إلى منطقة الصيد التقليدي، تم إقرار إجراءات للتحديد والمتابعة والمراقبة عبر الأقمار الصناعية من أجل ضمان رقابة النشاط في هذه المنطقة. كما يهدف مشروع المرسوم أيضا إلى تقليص الصيد الشاطئي للأسماك السطحية باقتصاره على نوعين بدلا من 3 أنواع طبقا لخطة استصلاح مصيدة السمك الأسماك السطحية الصغيرة المصادق عليها في نوفمبر 2022 والتي تمثل التزاما في إطار بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي الموقعة سنة 2021. وبالنسبة للصيد في أعالي البحار يتم الاحتفاظ بنفس الترتيبات السابقة. مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على مخطط عمراني لمدينة جول بمقاطعة كهيدي ولاية غرغل. يغطي هذا المخطط مساحة إجمالية تقدر ب 155 هكتارا ويأخذ في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائم يضمن الأمن والسكينة للمواطنين، ويضم المساحة الصالحة للسكن 64 كيلو هكتار قطعة أرضية 1310 بمساحة 400 متر مربع، قطعة أرضية 28 هكتار للاستخدام التجاري، قطعة أرضية مخصصة للتجهيزات العمومية والمباني الدارية، شبكة طرق تقدر بمساحة 71 هكتارا. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي، وقدم وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية واللامركزية وكالة بيانا حول الوضع الداخلي، وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع خلال الفصل الثاني 2023. يتعلق هذا البيان بالتقرير الخاص بالفصل الثاني لسنة 2023 الذي يستعرض وضعية تنفيذ نشاطات المشاريع من خلال هذا الفصل. إن السمات العامة لمحفظة المشاريع خلال الفصل الثاني قد تحسنت بشكل طفيف. ففي 3 يونيو 2023 كانت المحفظة تتكون من 115 مشروعا بتمويل خارجي يصل 140.81 مليار أوقية، منها 6 مشاريع جديدة تمت المصادقة عليها منذ يناير 2023 شملت 11 اتفاقية تمويل بلغت 4.89 مليار أوقية، كما انتهت فترة تنفيذ مشروعين. إن أداء تنفيذ النشاطات المبرمجة في الفصل الثاني كان جيدا، فمن بين 64 مشروعا يمكن تصنيف فاعليتها من حيث الأداء خلال هذا الفصل كما يلي: مشروع آخر أي 30.47% سجلت مستوى أداء جيد مقابل نسبة تحسن 80% أو تزيد مع وجود 8 مشاريع أي نسبة 27%، وانجزت 100% من النشاطات المبرمجة. مشروع أي نسبة 15 مشروعا أي نسبة 23% أظهرت مستوى متوسطا نسبة تنفيذ ما بين 80%، من بينها 4 مشاريع أي نسبة 27%، أنجزت منها 77%.